تم ريفرسال نفس الحالة هذا قانونه، ونحتاج أيضا قانون ال convolution، هذا قانونه اللي هو ال convolution هو ضرب، ولكن شنو ضرب؟ من نوع خاص. والايفن والاود نفس الحالة. البارسيفال عندنا أهم شيء قانون هذا الطاقة الباور، هاي الباور بالنسبة لمن؟ للفوريير ترانسفورم، هاي الباور بالنسبة لمن؟ للانفيرس فوريير ترانسفورم، إذا كانت الدالة بدلالة تي أو بدلالة الأوميجا، هنا بدلالة الأوميجا طلعت يعني الباور لمن؟ للإكس للتي، هنا بدلالة تي يعني طلعت الباور بالنسبة لمن؟ للفوريير ترانسفورم، هاي الانفيرس فوريير ترانسفورم. عندي نفس الحالة الفوريير ترانسفورم لكل دالة، عندي هاي أول مثلا الإمبلس فوريير ترانسفورم إلى واحد الإمبلس، ولكن مقدار شفت الفوريير ترانسفورم إلى إكسبونيشال، وهكذا بالنسبة لبقية دول. هذني هنا فقط اللي مشهرة باللون الأصفر هي الدوال المطلوبة، وكذلك يعني مثل ما قلنا للحفظ على قدر تعلقها بالقوانين. راح نشوف بالأمثلة شنو اللي نحتاجه، فقط الأمثلة اللي مطلوبة راح نحفظ على أساسها الفوريير ترانسفورم كل دالة، ما داعي يعني نحفظ، مجرد فهم هذني، والباقيات كلهن شنو ترك، اللي ما مأشر بالأصفر ترك. نجي على الفريكونسي ريسبونس. الفريكونسي ريسبونس هو عبارة عن شنو؟ أنه الأوتبوت ايش راح يساوي لي الانبوت في شنو مقدار الامبلس ريسبونس. اذا الاتش لتي هو شنو؟ امبلس ريسبونس اتش لتي. زي من اخذ له فوريير ترانسفورم راح يصير واي للاوميجا في اكس الاوميجا، الضرب الخاص مكان شنو كونفوليوشن اصبح ضرب عادي دوت في اتش للاوميجا. زين الاتش لتي كنا نسميها امبلس ريسبونس، زين الاتش للاوميجا ايش راح نسميها؟ الاتش للاوميجا ايش راح نسميها؟ راح نسميها فريكوانسي ريسبونس، كنا نسميها امبلس ريسبونس بالنسبه بدلاله التي، ولكن من اخذنا فوريير ترانسفورم فاصبحت بدلاله شنو؟ فريكوانسي ريسبونس. زين اتش لو نطلع قيمتها هي مجرد الاوتبوت على الانبوت، مجرد الاوتبوت على الانبوت. زين هذا الاشتقاق مطلوب، مجرد يعني ايش قال لي؟ قال لي عندما الانبوت ايش قد اكسبونينشال، الاكسبونينشال هذا المقدار راح اخذ الفوريير ترانسفورم لها حسب الجدول، هي هذا المقدار، هذا الفوريير ترانسفورم الاكسبونينشال، فوريير ترانسفورم الاكسبونينشال هو هذا، فمجرد الاكسبونينشال خلاله فوريير ترانسفورم خلاله فوريير ترانسفورم مجرد بالقانون حسب القانون السابق عندي اللي احنا ايش قلنا؟ واي للاوميجا يساوينا اكس للاوميجا في اتش للاوميجا، مجرد عوض بدال اكس للاوميجا، من اخذنا الاكس للتي خلنا له فور ترانسفورم طلع له هذا، مجرد عوضنا بالقانون. اذا هاي 2 باي 2 باي في الامبلس مقدار شفت مقدار ناقص اوميجا نوت، هي شنو تمثل لي؟ اكس للاوميجا، مجرد اخذ لها انفيرس لابلاس طلع له بهذا الشكل، بحيث ان 2 باي في امبلس مقدار شفت مقدار اوميجا نوت الانفيرس مالها هي اكسبونينشال، والواي للاوميجا الانفيرس مالها واي للتي، نفس الحاله هاي المطلوب منها. زين بعد راح نحتاج بالقوانين مثل ما قلنا هذا شنو كومبلكس اكسبونينشال، راح نحتاج ايضا من ضمن الامثله راح نحتاج هذا القانون واللي هو سي كي في اتش والاتش، ولكن شنو الاتش؟ كانت بدلاله الاوميجا هنا اصبحت بدلاله كي اوميجا، حيث ان الكي ثابت راح من خلال راح الاحظ بالمثال راح توضح اكثر. عندي من النون بريودنك وبريودنك نفس الحاله ما عندنا اشكال فيها، هاي ترك كلن ترك. راح نجي على من هذا نجي على الايدل فلتر، نجي على الفلتر بايدل ونون ايدل. الايدل بأربعة انواع، لو باس فلتر وهاي باس فلتر. لو باس فلتر يكون واحد يعني يمرر ترددات لا هي اللي اقل من التردد الطبيعي، يعني يمرر ترددات الواطئه،
ولكن ما يمرر الترددات العالية، فإذا قيمته ايش قد؟ صفر. هنا إذا هنا بينت قيمة ال H اللي هو الفريكونسي ريسبونس، هنا بينت قيمته بالفلتر. زين، أما بالنسبة للهاي باس فلتر يكون صفر. ليش؟ هو يمرر فقط الترددات العالية فقط. إذا فقط عند الترددات العالية يساوي ال H يساوي واحد، ولكن عند الترددات الواطية ايش قد يساوي لي؟ صفر. عندنا الرسوم الأربعة للفلاتر. النوع الثالث هو باند باس فلتر. الباند باس فلتر يمر فقط شنو الترددات اللي بين الواطئة وبين العالية، يعني ما يمر لا الترددات العالية ولا الترددات الواطئة، بيناتهم. فإذا اللي يمر بيناتهم فقيمته واحد، وإذا كان شنو ولا يمرر الترددات الواطئة ولا العالية، يمرر فقط بيناتهم. أما باند ستوب يمرر الترددات العالية والواطئة. إذن هنا أنا هل يمرر الترددات ما بين العالية والواطئة ما بين هذه الفترة؟ لا، فقيمته صفر. ولكن otherwise يعني الترددات العالية والترددات الواطئة يمررها، نعم، فيكون قيمته واحد. راح نجي على الأمثلة. نفس الحالة من نون ايدل فريكونسي، هاي دائرة اللي تسمى دائرة RC، ومثل ما قال دائرة والاشتقاق مهم لدائرة RC فلتر. راح نجي على القوانين ان شاء الله نشرحها المحاضرة الجاية.